هذا من بيان الحق، ليس من الغيبة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس ما نزل إليهم، وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نعتبر يعتبر تشريعا، فنأخذ الأحكام. فالنبي لما فعل ذلك دل ذلك على الجواز، ودل ذلك على مثل هذا لا بأس به. وكما أن المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مالي ما يكفيني ولا بنية، قال خذي من مالي ما يكفيك. الحديث متفق على صحته، ولم يكن هذا غيبة. قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن باب الشكوى، باب الشكوى وباب الإخبار ونحو ذلك هذا كله جاي. من ثم قال الناظم: وقد حليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفسر ومن طلب الإعانة في زالة منكر. فكل هذه الأشياء ليست من الغيبة في شيء لأجل البيان، لأجل التوضيح. ولهذا نظائر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.